السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة اليوم سأقوم بشرح برنامج يشغل تطبيقات أندرويد في الحاسوب ويمكن من تشغيلها. الشرط الوحيد حتى تتمكنوا من تشغيل والحصول على هذا البرنامج هو أن تكونوا تتوفروا على ويندوز 7، لأن هذا البرنامج ليس متوافقا وليس متطابقا مع ويندوز XP ولا يشتغل على ويندوز XP. ننطلق في الشرح، نتجه نحو موقع bluestacks.com ونضغط على download now. وبما أن حجم هذا البرنامج هو عبارة عن 120 أو 125 ميجا بايت، فأني قد قمت بتنزيل هذا البرنامج مسبقا، كما قمت بتسطيبه مسبقا، لأن تسطيب هذا البرنامج يأخذ منا قليل من الوقت، فأردت تسطيبها حتى لا أطيل عليكم هذه الحلقة. وبعد تسطيب هذا البرنامج بصفة عادية، يعني كالعادة تنقر مرتين على أيقونة التشغيل، ثم I agree أو I accept next next، ثم تتركه حتى يقوم بوضع إعداداته، ثم تضغط على finish. الآن ننطلق في شرح كيفية استعمال هذا البرنامج. بعد ظهور أيقونة البرنامج في أعلى الشاشة تقوم بالضغط عليها. بعد أن تضغط عليه ستظهر لك البرامج التي وقع تنصيبها في حاسوبك. أنت قادر أن تستعمل هذه التطبيقات، يعني هذا البرنامج يأتي مرفوقا بعشرة تطبيقات، أو تقدر أن تضيف تطبيقات التي تريد فيها من خلال الضغط على Get More Application هنا، وهو سيقوم بتوجيهك مباشرة إلى موقعهم الخاص Actualize. وهنا نجد بعض التطبيقات الأخرى التي يمكن إضافتها، نرى يعني تطبيقات متنوعة، ألعاب، أخبار، ثقافة عامة، نجد فيه كل ما نريد. أردت في هذه الحلقة اليوم، كما استفدت كثيرا من موقع The Professional Security، أردت أن أفيد هذا الموقع مع كامل تحياتي الصديق.